في فقرة المية اللي بقى منها خمس أيام من المية الأولى واللي نتابع بها تحركات وقرارات رئيس الوزراء للمدة اللي تعهد بها للشعب يغير العراق خدمياً واقتصادياً وأمنياً ودبلوماسياً. اليوم رئيس الوزراء عقد اجتماعات عادية وزيارات طبيعية وتلقى اتصالات مثل كل يوم. للأمانة ماكو شيء مهم خلانا يعني ناخذه من خلال الفقرة، رغم أنه قبل قليل المكتب الإعلامي يعني دز مجموعة نشاطات بس تابعنا همين تتعلق بأمور إلى الحدود وغيرها. إن شاء الله نشوفها غير أيام لأن الوقت بعد داهمنا يا مكتب الإعلامي. طيب، هذا الأمر خلانا نرجع إلى الأمس، أكو شغلة يعني لفتت نظرنا بمجلس الوزراء البارحة جلسة الاعتيادية دمج مجموعة شركات. الأمر طبيعي طبعا كلش، وإذا خلي يجمع مجموعة أو يدمج مجموعة شركات عادي، بس المو طبيعي هو العقلية الطائفية اللي ما زالت حكومات الإطار تتميز بيها. ومثال على ذلك يعني الشركات اللي تم دمجها، مسح اسم شركة المنصور مو ودمجها مع شركة ثانية، مسح اسم شركة الرشيد ودمجها وتحويل اسمها إلى شركة مثلا آشور، مسح اسم شركة المعتصم بعد دمجها وتحويل اسمها إلى حمورابي، مسح اسم شركة الفاروق بعد دمجها وتحويل اسمها إلى شركة سعد. سؤال، بعد شو تغير بيكم بعد 20 سنة؟